أزمة جديدة داخل البيت السياسي للسلطة. الملامح تشكلت قبل أيام عندما شهدت الساحة السياسية حرباً كلامية مباشرة ومشفرة بين الرجل الأول في التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى وزعيم جبهة التحرير الوطني عمار سعداني بسبب قضية الحكومة الجديدة. فبالرغم من حملة التهدئة التي أطلقها أويحيى ووصف فيها سعداني بالحليف الاستراتيجي، إلا أن الأخير أسقط الحملة كاشفاً أنه لا يثق في نوايا وتحركات أويحيى السياسية. التهدئة كانت شخصية، فأنا ليس لدي مشكل مع أحمد أويحيى، لكن سياسياً أنا لا أثق في هذه التهدئة. سعداني وعلى هامش اللقاء الوطني لطلبة الحزب وجه اتهامات جديدة للمعارضة، مستعملاً توصيفات قوية كنعته للمعارضة بالخائنة التي تهدف إلى جر الجزائر إلى مستنقع التدخل العسكري الأجنبي، بعدما كشف أن العمل السياسي للمعارضة في الجزائر ينحصر في استهداف كرسي الرئاسة فقط، ولا تهمه قضايا أمن ووحدة الشعب الجزائري، وهو ما يظهر في خطاباتها حسب سعداني. بعض الأطراف التي تسمي نفسها معارضة تجتمع في فندق وتتكلم عن كرسي الرئاسة دون أن تتكلم عن صحراء جزائرية كبرى مهددة في حدودها والإرهاب بجانبها. هذا من الناس نقول لهم باللي أصابعكم ما دمتوا تتكلموا غير على الكرسي مقطوعة، عندكمش بصمة. الاقتصاد منهار، فيه التعسف، فيه الظلم، ما فيش ديمقراطية، وبصورة عامة البلاد مش بخير. نطلبوا من الأجانب يجونا باش يحمونا ويحموا البلاد. هذه باختصار رسالة المعارضة. 2017 سيحصدها جبهة التحرير الوطني بالكامل وسيقولون تزوير. كما كشف سعداني أن مبادرة حزبه الداعمة لبرنامج الرئيس ستعود للحياة بدءا من الأسبوع المقبل. سنقوم بأول تجمع بالنسبة للمبادرة أيام هذه القادمة في أول الشهر إن شاء الله، أيام الشهر. خطاب سعداني الأخير لم يخلو من عبارات الافتخار بقيادة حزبه للركب السياسي في الجزائر، مؤكدا أن حزبه لن يتخلى على هذه الريادة حتى في حركة التعديل الحكومية المرتقبة.